بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة، يا رب تكونون في خير وعافية وفيما يرضي الله دائما إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، ضيف الدائم للبرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخيرات والبركات إن شاء الله. بعد ربع ساعة من الآن بإذن الله تعالى نبدأ، أو ربما أكثر بقليل، نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات ومداخلاتكم وأسئلتكم. بداية الأمر سيدنا، موضوع في غاية الأهمية منتشر في حياتنا من زمان، مو من الآن يعني، ولكن ممكن أن يكون هو سبب الكثير من بلاءاتنا، شيء اسمه الحلول مهذب الحرية الشخصية. الأسماء الأخرى هي منع شيء اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم أي شخص إذا لقى إنسان يؤسس لأخطاء في المجتمع ما يقدر ينبهه، لأنه راح يجابه بهذا السور المنيع، الحرية الشخصية. تفضلوا سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في الواقع تعبيرك جميل، يعني الحرية الشخصية. نعم، أكررها، الحرية الشخصية، ونحن لا نخالف الحرية الشخصية أبدا، كل واحد له حريته الشخصية. نعم، ولكن أن يتقيد بالشخصنة والشخصية. إذا يتقيد بالشخصية نحن معه. أنت في بيتك تريد أن تخلع ملابسك، تشرب المسكر، تلعب الكذا، ترقص، لا أحد يقول لماذا على عينك حاجبة. نعم، ولا أحد يعترض عليك. بيتك، حريمك، حريمك الشخصي. بل إذا شخص جعل سلم وصعد على الجدار حتى يرى ما يجري في دارك فيعزر، يعني القاضي الشرعي يجيبه يضرب على ظهره، لا تتجسس لأنه اعتدى على حرية ولا الشخصية. أحسنت. حرية الشخصية، كلمة الشخصية، يعني أنا كلمة شخصية، رجاء المشاهدين خليفهم الشخصية شنو معنى. نعم، عندنا شخصية، عندنا جماعية، عندنا شخصية، عندنا اجتماعية، عندنا شخصية، عندنا مجتمعية، عندنا شخصية، عندنا نوعية. نعم، نوع البشري، مجتمع البشري، المجتمع الإنساني العام، هذا له حدوده، وحرية شخصية لا حدود لها باعتبارها شخصية. واضح إن شاء الله؟ نعم. أنت كشخص في البيت قلت افعل ما تريد، افعل ما تريد سيدنا، يعني مو حرام؟ ليش حرام؟ ولكن احنا ما عندنا وياك شغل أصلا، أنت وربك، أنت وربك، لا أحد يزاحمك. تريد تشرب خمر، تريد تزني والعياذ بالله، تريد ما أدري إيش تسوي، كل شيء أنت وضعك الخاص. وقلت إذا شخص أيضا أراد أن يتجسس ويريد أن يتحسس ويريد أن كذا، يقولوا له أنت انتهكت حريته الشخصية. إيه؟ نعم. أرجوكم روحوا وراء المصطلحات، لا تضيعون في المصطلحات. الضياع في المصطلحات هذه يسموه إيهام، تتوهم عليه. أما جالس في القطار والقطار بمئات الأشخاص، قل عشرات الأشخاص، أريد أن أنزع ملابسي، ما يحق لك بالحرية الشخصية. أخي أنا عايش بهذا الجو، هذا الجو إلي، نتقاسم أنا وياك. أحسنت، هذا الجو إلي وإلك وللآخر وللنساء وللرجال وللأطفال وللكل، تما إلك حق أن هذا الجو تلوث بطريقتك أنت، بأسلوبك أنت،
هذا قطار، سيارتك الشخصية على رأسي، أنت منزل مصعد الجام والجام محكم في الصحراء أو لا في الصحراء ومنزل الجام، خلي الموسيقى دوق 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 إلى أن أنت تندق بالقاع بالحائط، مو ما أدري ما عنده مشكلة، دوق دوق وأرقص نعم في الصحراء. أما أن تجي في الشارع المار المحترمون المؤمنون المحافظون النساء أعراض الناس أطفال البشر، هؤلاء لما أنت تفرض عليهم سماع ما تبثه في سيارتك مهما كان هذا البث مستهجن أو غير مستهجن، ما لك حق، ما لك حق. والله أنا عندي عروس في البيت، أهلا وسهلا، دقوا رقصوا صرخوا كذا، لا أحد، تطلع بالشارع تسوي زفة وتسد الشارع وتميل بالسيارة هالشكل وتطلع من الجام وبدري إيش يسوي، هذا يسمى خلاف الآداب العامة، هذا خلاف الحرية العامة. شوفوا عامة خاصة، شخصية نوعية، شخصية اجتماعية، هذه قفوا عندها يا إخوان، قفوا عندها. نعم. ما يحق لك أنت تخلط، هذا خلط بين الموضوعات ما يصير. يعني خلي أتبنى، مو أتبنى عفوا سيدنا، بس خليني أصير بالطرف الثاني كأنه آني، كأنه اللي يتبنى الفكرة المعاكسة. جيد. ممكن اللي تفضلت به حضرتك صحيح في قضية التدخين بالأماكن العامة الضوضاء، بس هذه امرأة تريد تلبس ما يحلو لها، أنتوا عليكم أن تغضون نظركم، لا تباعون أنتوا اللي تستحرمون، شنو الجواب لي مثل هذه الحالة سيدي؟ شوفوا إحنا صحيح يابا هذه تطلع شوية متبرجة، تطلع شوية نص عارية أو نص خالعة، نقول لها أنت جطلعين في شارع. نعم. هذا الشارع، هذا الشارع لو شارع إسلامي لو شارع غير إسلامي، يعني دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية. نعم. أنت محكومة بالشارع، إن كان شارعا إسلاميا أو سوقا للمسلمين أنت في الواقع مفروض عليك أن تحافظي على آداب المسلمين وأحكامهم، آداب المسلمين وأحكامهم، أن ولا يبدين زينتهن. تقول أنا مو متدينة، مو متدينة، ولكن تعيشين في بلد التدين بلد الإسلام، إما أن تهاجري حياك الله تهاجري فتهاجروا ما في مشكلة، أو أن تلتزم، أو أن تلتزم، أكو شيء اسمه الآداب الاجتماعية. تقول أنا أحب أن يطلع نص بطني ما يخالف، ولكن المجتمع الإسلامي والآداب العامة، أنا وياي بناتي الصغيرات لما يشوفونك أنه أنت كذا راح تسببين مشكلة ومعضلة عندهم نفسية وأخلاقية وثقافية، تقبل يصير تقبل لهذا المناظر، تقول بابا هذا عادي. وهذا النوع من حسب تعبيرنا من امتلاء العيون بهذه المشاهد، امتلاء العيون والأذهان بهذه المشاهد، هذه قد تزيل قبح القضية من ناحية الشرعية والاجتماعية، وهذا خلاف الحرية العامة. إذا احنا بين مقولتين، الحرية العامة والحرية الشخصية. نعم. الحرية العامة ليس هناك شيء اسمه حرية في المجتمع العام، ماكو شيء اسمه حرية، كما انك لك رغبة تسوي شيء للطرف اكو رغبة ان لا تسوي شيء، واضح شلون؟ يعني الرغبات اصطدمت. نعم. الإرادات اصطدمت، فأنا أريد أن أطلع عريان، الآخر يقول أنا ما أسمح لك أن تطلع عريان، أنا أرفض العريانة وأنت تدعو للعريانة، فهذه الإرادات تقول سيدنا أخو خلي ندافع عن اللي يريد يتعريان، أقول ليش ما تدافع عن اللي ما يريد يتعريان، يعني ذاك إرادته لازم إحنا نضربها عرض الجدار ونطي لإرادة هذا قيمة، لا هذا حسب تعبيرنا بخس، بخس لحق الناس. العدالة الاجتماعية تقتضي أن تراعي هذا وتراعي هذا، شلون أراعيهم سيدنا؟ أراعيهم على أن تحافظوا على شيء اسمه القوانين والآداب العامة التي تحكم الشارع الإسلامي.
غير هذا ما نريد، والله ما نريد أبدا. فلذلك الآن لما ينادون القدسية والمناطق المقدسة كذا، هذا بعد حسب تعبيرنا شيء أخص، ولكن بشكل عام نتكلم في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين أنا أريد أتصرف، أريد أضرب واحد، أريد أن واقع، يعني لو أجيبها المثال مضحك ولكن هو هذا اللي تقولون عنه، أريد أمشي والله شلت إيدي وضربت واحد، يقول ليش؟ يقول حريتي الشخصية، حريتك الشخصية ما تتعداني، أنت تعديت عليه. نفس الكلام أنا لما أتعرين أطلع جسمي كله وأمشي بالشارع، ذاك يقول بابا أنا ما أسمح لك لأن عندي بناتي وعندي أولادي وعندي مجتمعي، والمجتمع هذا ما يسمح لك أن تتعرين. لذلك حتى المجتمعات المتهتكة، المجتمعات التي تدعو إلى الانفتاح اللامحدود، تشوف أنه عندهم مناطق خاصة. في أعتقد في هولندا أكو منطقة خاصة للعراة، منطقة خاصة للعراة، يعني ما يسمحون، رجاء شوي انتبهوا، ما يسمح حتى البلاد الغربية ما يسمحون لإمرأة أن تلبس المايو ماي السباحة في ماذا في الشارع، يقول على البحر، عندهم قانون على البحر. نعم. ما يسمحون، شوفوا جاء أقول لكم قضايا، هم ما يسمحون أنه أنت تغتصب امرأة، الاغتصاب عندهم جريمة، ولكن تصادق وحدة، شوفوا عندهم آدابهم، آدابهم إن كانت هي مخالف للإسلام، ولكن اكو قوانين، ماكو شيء اسمه بكيفك. فهذولا يعني واقعا يعني بدأوا يوهمون على شبابنا، يوهمون على جيلنا، حرية شخصية حرية شخصية، البنية على حال تطلع بمقاطع وترقص وكذا وتبرز مفاتنها، والله حرية الشخصية. احنا نقول يا اخوان ايها المسؤولون وزارة الداخلية، هذول وقفوهم، هذول عندهم محتوى هابط، يسيئون للأخلاق، يسيئون للعرف العام، يسيئون الآداب العامة، هذول على حال أدبوهم. نعم أدبوهم سيدنا. مثل ما بعض المؤسسات والشركات عندهم نظام داخلي خاص بهم لطريقة التعامل مع الزبائن أو لملابسهم الخاصة مثلا، فبما أنه أنت داخل هذه المؤسسة يفترض أن تلتزم بكل قوانينهم ونظامهم داخلي، فأنت الآن في بلد يسمى بلدا إسلاميا، خلينا نجيب في قاعدة. نعم. خلينا نجيب في قاعدة عقلائية الكل يقبله، حتى العلماني المدني الملحد الما أدري كذائي يقبلها القاعدة. نعم. المسيحي هم يقبلها، اليهود كلهم يقبلوا، المسلمون هم يقبلوا، احنا الشيعة نقبلها. شنو القاعدة؟ قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام شنو هاي قاعدة الإلزام؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني ألزم كل واحد بما التزم. أنا التزمت أن أشتغل في الدائرة الفلانية، فموقع على مجموعة استمارات أن لا أغيب، أن أكون دوامي كذا، أن تكون بصمة، أن كذا، ما عندي إجازات أكثر، هذا بعد. نعم. فإذا غبت أو جيت متأخر أنت تخصم من راتبي أو هو ظلم؟ لا مو ظلم، هذا مو ظلم، إحنا متفقين. إذا أحسنتم، إذا أنا في الواقع ما عديت عملي في وقت الدوام أنت تقدر تعاقبني لو هذا ضمن خلاف الحرية الشخصية؟ نعم. تعاقبني لو خلاف الحرية الشخصية؟ لا ماكو عقوبة. أعاقبك ليش؟ أنت ما تأدي دورك، تقول هاي حريتي الشخصية، تحكي ويا أهلي، هاي زوجتي تتكلم، يقول أخي أهلك خارج وقت دوامك اللي هو حق الناس. هذه يسموها قاعدة الإلزام، التزمت بشيء فألتزم بلوازم. التزمت أن أعيش في بلاد المسلمين، ألتزم بلوازم قوانين المسلمين. التزمت أن أصير مسلم، التزامي أن أصير مسلم، ألتزم بلوازم أن لا أشرب الخمر، لا ألعب القمار، لا أكل خنزير، لا 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 لا، واضح؟ نعم. هذا في واقع الحال قاعدة الإلزام. أي واحد من العقلاء قل له يا أبي إذا التزمت بشيء تلتزم بلوازمه، إذا قالوا لا نقول له إذن أنت مو عاقل. العاقل إذا التزم بشيء، أضرب مثال كلش بسيط والشباب يرتاحوا لهذا المثال. شاب عمره 20 سنة ما متزوج، يطلع يجي يسهر يروح يجي ما أدري إيش، يشتغل ما يشتغل، يطلع لقمة ما يطلع لقمة، ما حد يقول له ليش.
سأبوي دي أدبه هذا شيء آخر. ولكن إذا تزوج شوفوا حالة العزوبية وحالة الزواج، لما يتزوج بعد يقدر يقول أنا وين ما أريد أنام أنام، وين ما أريد أن أكل أكل، أو أن أصرف لو ما أصرف. هنا يقول لك أخي أنت التزمت بعائلة، هاي العائلة تحتاج إلى حقوق، حقوق واجبات ونفقة، وتدير بالك تهيئ مسكن تهيئ ملبس تهيئ كذا. تقول له هسه أنا شنو شورطني؟ خلاص أنت لما دخلت إلى هذا الأمر وهو الزواج والقبول بها المسؤولية، فتتحمل شنو تبعات هاي المسؤولية. طيب سيدنا، بالنسبة للي يجي يحاول أن يحكي بهذا الاتجاه أو ينصح أو ينفع، دائما يجابه بكلمة ماكو إنسان وكيل على إنسان، وما حد ينام بقبر الثاني، والله ما خلاك علي كفيل أو وكيل. كيف يعني رؤيتكم لهذا؟ ما دام في بيتك، نعم كل هذا الكلام يجي ما دام في بيتك، ما دام في بيتك، ما دام في قولوا ياي في مكانك الخاص. يعني أنت في القطار بس حسب تعبيرنا عندك كابينة، كابينة قطار خاصة أنت وأهلك أنت وصديقك، افعلوا ما شئتم، ما حد يقول لك هذا. ليش؟ هذا حريمك الخاص، حريمك الخاص. أما أنت ما تطلع بعد ما تقول والله كل واحد ينام بقبره، صحيح تنام بقبرك، عسى قبرك روضة من رياض الجنة، أو عسى قبرك حفرة من حفرنا مو يمك، ولكن أنت في المجتمع العام لست وحيدا ولست شخصا، أنت عاما، أنت الجميع، أنت الملأ العام والملأ العام. لذلك الآن هذا خوش مثال إجاني ببالي، أعطوني مجال خلي الأخ شوي انتظرني، شوي أخر الاتصال شوي انتظرني. نعم. شوف الآن أكو هوسة صايرة، سواء لو برنامجنا مباشر ليش واحد يطرح القضية، الآن هوسة، هوسة صايرة التصنت، جريمة التصنت. يابا أكو جماعة مصنتين على مكالمات فلان ومكالمات علان، هاي جريمة التصنت، جريمة. وقد حكومات تسقط بها، حكومات تسقط بها. زين شنو مشكلة أنا أتصنت؟ يلا شباب شنو مشكلة أنا أتصنت؟ أكو خصوصية بين طرفين، خلاف، خلاف حرية الشخصية. إذا أحكي بالتليفون كذا شنو تصنت عليه؟ أما إذا أنا هذه المكالمات كلامي اللي بالمكالمات أريد أن أقوله وين؟ هنا بالفضاء بالبرنامج. هنا إذا واحد ينشره يقولون السيد أنت مجرم، لا، يقول هو كلام السيد عام والناس هم نشروه. بس أما تسريبات، هاي التسريبات والتسجيلات الخاصة هذه يجرم عليه، لأنه حرية شخصية. هناك حرية شخصية مو في الملأ العام حرية شخصية. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله المثال، إن شاء الله واضح شاء جدا. شكرا جزيلا سماحة السيد على هذه الإيضاحات، ونأمل أن تكون هذه الإيضاحات أيضا وصلت بشكل واضح جدا للإخوة الكرام والأخوات الكريمات المشاهدين والمشاهدات. أم جنات أولى المتصلات والمتصلين ويانا، تفضلي أختي. بعد ويانا على الخط أم جنات، لو فقدنا اتصالها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريمة، سيد يسمعكم، شنو سؤالكم؟ بس الصوت يتقطع، غيري مكانك، بلكي المكان يكون أفضل. عمري 24 سنة. عمري؟ نعم. مركز من صلاة الحمد لله. نعم. بس أريد أقوي علاقتي بربي، يعني أمور الدنيا ما تخليني أتأثر علي، ما أخلي أي شيء مثل الشهوات الدنيا، يعني شلون تسكر عيوني؟ تريدين تقوين العلاقة مع رب العالمين وتتركين أمور الدنيا؟ هذا كان سؤالك؟ نعم هذا سؤالي. شنو قصدك تتركين أمر الدنيا؟ يعني ما خلي شيء يجذبني من أشياء هاي الدنيا، مثل شو السوشيال ميديا وأشياء البيت هاي الغرة. والزواج شلون؟ أنا متزوجة الحمد لله وعندي 3 أطفال، بس ما أريد شيء يجذبني هاي الأشياء. الله يخليك، إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. شكرا جزيلا على اتصالك، تحياتي. ليش سألتها؟ نعم سألت. لأنه أخشى بعض الأخوات يقول سيد نحن نريد نرضي ربنا، لذلك نبتعد عن أمر الدنيا، لا زواج ولا مكياج ولا فرفشة ولا ضحك. لا، الإنسان لابد يكون متعارف، هم يضحك وهم يلبس وهم يتمكياج هم كذا، ما في مشكلة، ولكن ضمن الحدود الشرعية. فلما قالت لا أنا متزوجة الحمد لله،
أن تختلين مع ربك وتقوي علاقتك بربك فهذا أمر طيب، ولكن ولكن شنو؟ رجاء شوي انتبهوا، هاي ولكن مالتي شوية كبيرة. نعم. ولكن ألا يكون ذلك على حساب واجبات أخرى. تحتاج إيضاح سيدنا. زوجك المسكين يدخل للبيت يشوفك قاعد على السجادة وجاء تقرين قرآن وكذا، يريد شوية على حال فاكهة يقعد يرتاح كذا، وأنت من دعاء إلى دعاء، من مناجات إلى مناجات، من قراءة قرآن إلى تسبيحات، هذا في النهاية أنت جاي تزاحمين حقوقه، زاحمين حقوقه، ولي بنت الحلال أنا جاي للبيت أبدي واحد شوية يريحني، هذا سجادة ما يخالف على رأسي. فهنا نصير مشاكل، عندي عدة موارد اجوني قال سيدنا هاي مرتي هيدا طلقها، ها ليش؟ قال والله سيدنا صلاة الليل وصلاة الجمعة والنوافل والمستحبات تختم القرآن كل ثلاثة أيام مرة، كل ثلاثة أيام مرة، يعني باليوم 10 أجزاء تقرأ قرآن. بس سيدنا هاي مو مرة، هاي مو مرة، خلوها بالصومعة، تقعد هناك بالصومعة وتصير درويشة، ما يريد الله ما يريد شيء. رهبانية تدعوه ما أزال الله بها مسطة، هاي رهبانية، هاي شنو؟ أكو زوج مسكين يريد واحد يريحه، أكو أطفال يحتاجوا إلى تربية، غسل ملابس، ترتيب، أكل. أذن بحد ذات سيدنا بهن أجر من رب العالمين وثواب قضية لا إشكال. أن تنطي كاس إلى زوجك، كاس ما يشوف الروايات شو تتكلم، أن تنظرين إليه بابتسامش قد ثواب، أن ينظر إليك بارتياح، لا نفقد البوصلة، بوصلة لا نفقد. أحسنتم سيدنا. ويانا اتصال من الأخت مروة، تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس البنات يا سيد. تفضلي أختي، شنو سؤالك سيدي؟ اسمعكم. جميل داخل على مصطرة الليل. نعم. أنا ممكن تقابل أفضل ما عرف بس الوتر والشفاء، ما رأيك في الفيديو لسه يقبل ناس الوتر والشفاء. نعم. وصلاة الليل يعني لازم أفضلها مثل استمر بها يوميا وعادي مثل بين يوم ويوم كل أسبوع. تمام. وسؤال ثاني بلا زحمة. تفضلي أختي. أنا كنت أيام مراهقة يعني قبل وبدأت عشرات، كنت يعني اتصل ربي يعني أبوك أي بيت قبلة أبوك هاي. نعم. يعني فهذا الحمد لله زوجت وكتبت وأستخدمت الصلاة الصيامي، بس الحمد لله الناس اللي أعرفهم ما أقدر أقول يتواصلوني معاني بقتهم لو الحالة لو أنت عندك تواصل وياهم لحد الآن؟ إيه عندي تواصل وياهم بس ما يعرفون إنه أنا بقتهم. واو. إن شاء الله تسمعين الجواب. يعني يصير أنطي الفلوس اللي أخذتها منهم، يعني العائلة محتاجة نيابة عنهم، لأن أستحب نفس الوقت أقلهم من يحاللوني معي. تمام، إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. تحياتنا أختي. تفضلوا سيدي. في واقع الحال السؤال الأول. السؤال الأول سيدنا عن الوتر والشفع والنافلة. أختي الكريمة، أولا نافلة الليل مستحبة، صلاة الليل مستحبة، صليها كل يوم، صليها يوم وترك، صلي بالأسبوع يوم، صليها بالشهر يوم، كيفك، هذا مستحب، ولكن كل ما الإنسان يلتزم بها أكثر ثوابا. اسمح لي مداخلة صغيرة هنا. نعم. سيد، هو ليش هاي الجزئية افترضتها الأخت؟ لأنه شائع بين الناس بعرف مجتمعنا أنه اللي يلتزم صلاة الليل ويتركها يتأذى. لا أبدا أبدا، لا يتأذى ولا هم يحزن، ورب العالمين بيجي عاقب واحد أحسن، يعني هو اللي يلتزم صلاة الليل أحسن لنفسه وأحسن لدينه وعلى حال عقيدته. أما الإنسان على حال هذا الإحسان يقلل أخو ما يعاقب، لا أبدا، هذا كلام ما له أصل أصلا. بالنسبة للجنب الثاني، أما مسألة أنه كنت تصلين فقط الشفع والوتر فما في إشكال، يعني تقول الآن افتهمت على أنه 8 ركعات موجودة سموها النافلة. نعم، نافلة الليل 8 ركعات مع ركعتي الشفع وركعة الوتر. تقولي ما كنت أصلي هذه، تحصين ثواب بمقدار ما أديتي، تحصين ثواب بمقدار ما لم تؤدي ما تحصين ثواب، ولكن يمكن لك أن يعني تستأنفين العمل بالطريقة اللي تعرفتي عليها الآن. ما هو أقل صلاة الليل سيدنا؟ أقل صلاة الليل، أقل صلاة الليل ركعة واحدة قبل طلوع الفجر، واحد يصلي فقط الوتر، هذا نعم. يمكن واحدة. طيب سؤالها الثاني سيدنا، في فترة من فترات عمرها تقول كنت أمد إيدي وأخذ أموال مو إلية، الآن هذول الناس نفسهم عندي تواصل وياهم، يصير أنطي هاي الأموال لفقراء؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن هاي فلوس الناس،
فلوس الناس أعطيها صدقة عنهم بدون إجازتهم بدون إذنهم ما يصير. فش أسوي سيد؟ ما أقدر أقول لهم أنا بقت من عندكم وسرقت من عندكم يعني عيب وأنا استحي وكذا وحرج. نقول لها روحي لذاك البيت المقدار اللي سرقتي من عندهم خليه ببيتهم، وين تروحين المغاسل تغسلين خليه بالمغاسل، تروحين مدري وين خليه على التلفزيون، أي مكان ذبيه ذبيه داخل البيت ذبيه. واقع فأرمي المال الذي سرقتيه من نفس المكان أو البيت أو المحل بمقداره اجعليه هناك هم يأخذونه. زين تقدر تطيب عنوان ثاني سيدنا، مثلا واجب اجتماعي عيادة مريض وتخلي عندهم نفس المبلغ هدية، شكو بيها هذه من عندي لكم شكو بيها. لا بس حسنتم سيدنا. أم مهدي ويانا تفضلي. أم مهدي فقدنا اتصال الأخت أم مهدي، إن شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية. عندنا أيضا مجموعة من الأسئلة اللي وردتنا سيدنا. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا رجل معوق عندي أكثر من درجة عجز، لكن الحمد لله متفوق دراسيا الأول على المدرسة والرابع على القسم بالقبولات، غير قادر على أغلب أنواع العمل. يعني أكثر من مرة أقدم على عمل وعندما يشوفون وضعي يرفضوني. قدمت على السهيام رسالة مطولة أكثر من وظيفة حكومية ضمن شهادتي ورفضت، فعرضوا علي وظيفة مقابل مبلغ من المال لكن رفضت أكثر من مرة لدواع شرعية، لكن تقدم بي العمر ما خليت لا نائب لا عضو لا موظف، ما عرضت علي نفسي يا عينوني كل شيء كان حتى إذا كان الناس بالشارع ما حصلت فقط وعود. فكأنه سيدنا يسأل فتبينت الرشوة هي اللي تفتح للطريق. شو رأيكم سيدنا؟ يعني أختي الكريمة أو الأخي الكريم، شوف للأسف يعني للأسف بلدنا بلد منهك بالفساد، منهك بالفساد. وأنا ما أريد أتكلم في هذا لأن هواي متكلم 20 سنة إحنا نتكلم أنه ما من مفصل ما من مكان ما من مرفق في مجتمعنا إلا وأكو فساد. حتى صار القاعدة سيدنا إذا ما تدفع ما تمشي شغلتك، إذا ما تطي ما تمشي شغلتك. في كل مكان بدون أي استثناء، ما جيب استثناء، تعرفون كل مكان يعني شنو كل مكان. وهذه مصيبة لازلنا نعيشها. نعم. شو وقت تنصلح الأمور هذا يرجع إلى الإنسان نفسه وإلى القوانين النافذة وإلى السلطة القوية، وللأسف يظهر أنه هاي الأمور الآن ما موجودة. حسنتم. ولكن أختي الكريمة أو الأخي الكريم، إذا كان الشغل بالنسبة لك ضروري ويمنعكم الفساد يمنعكم الكذا، فنعم يجوز لك أن تدفعي شيئا حتى تحصل على المال. طبعا هذا مو رأي السيد، رأي أعلام آخرين. سمحت السيد في هذا المجال ما عنده رأي، يقول أنا ما لا أقول بدفع المال، ولكن فقهاء آخرين يقولون لأنه أنت متضررة ولأنه أكو فساد يمنعك من حقك ما في إشكال تدفعين حتى تستحصلين على حقك. والسؤال بي جنبه ثانيه سيدنا راح نرجع لها باذن الله تعالى، بس اذا تسمحون لنا عندنا اتصال من الاخت الكريمه رواء. تفضلي اختي رواء. رواء اختي تفضلي. ابو رواء اسفين تفضل عزيزي. ابو رواء السلام عليكم. استاذ عليكم السلام عيوني حياك الله. بالنسبه للسيد الله يخليك بالنسبه نعم بس نصي صوت التلفزيون اسمعني بس من التليفون حجي بلا زحمة عليك. يعني بالنسبة للأرض تقسيم ألو تفضل. عفوا بالنسبة للأرض الشرعي. نعم. الأرض الشرعي أكو قانون وضعي وقانون تشريعي. نعم. فهل يجوز استخدام القانون الوضعي للورثة؟ واضح. عندك سؤال ثاني؟ يلتزم بالقانون الشرعي. عندك سؤال ثاني؟ لا هو هذا. شكرا. الزوجة وقضية المثقفات والأرض هل يجوز بها أو لا يجوز؟ إن شاء الله تسمع الجواب. تحيات من حضرتك. شكرا جزيلا. قبل الجواب على الأخ أبو رواء سيدنا، الأخ صاحب الرسالة بالأخير ملخص سؤاله حسب الظاهر بعدين منطي فلوس ومتعين أو محصل عقد. يقول أولا ما حكم تعييني؟ ثانيا هل يصح للخمس والزكاة وزيارة بيت الله والأئمة الأطهار؟ إذا تأدي شغلك ما حكم الأموال؟ إذا تأدي شغلك بشكل صحيح ووظيفتك بشكل صحيح، مو قاعد في البيت وتأخذ راتب، إذا تأدي شغلك ووظيفتك بشكل صحيح فتستحق الراتب، تستحق الراتب لأن تأدي عمل، مو أنه أنت بس مسجل وقاعد في البيت والله أنا معوق وهذا ما يجوز، أموالك حرام.
وخمسك زكاتك حجك لا إشكال في ذلك ما دام أنت تشتغل وتحصل راتبك بشغلك الحقيقي لا بالتزوير ولا بالتسرب عن العمل واللي موجود واحد يخلي له بصمة واحد ما أدري كذا إجازات مرضية كاذبة هذا كله ما يجوز. طيب سيدنا الأخ أبو رواء ويسأل يقدر الإنسان يعتمد على القانون الوضعي في موضوع الإرث إذا تقاطع ويا الجانب الشرعي؟ شوفوا الإرث حقوق متبادلة حقوق متبادلة يعني لما القانون الوضعي يقول ننطي للزوجة من الأرض قانون الشرعي يقول ما تحصل من الأرض تحصل من المسقفات والمنشآت هنا إذا مشينا على القانون الوضعي راح حق الآخرين ينسلب يعني ننطي لمن لا تستحق بحسب القانون الوضعي شيئا وهي لا تستحقه شرعا فيكون أكل مال باطل هذا حرام ما يجوز المرأة تأخذ أكثر من استحقاقها الشرعي فنقول أن الحكم الوضعي يمكن أن يتحاكمون إليه إذا رضوا جميعا رضوا كلهم راضين أما إذا واحد ما يرضى فراح يكون أكل مال بالباطل وحرام يأكل أكثر من حصته. أحسنتم سيدنا أم صادق ويانا تفضلي أم صادق. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا افتحت محل من البيت. نعم. وتعبي والثلاجات أقعد بيد نهار كله بس من الصبح أقعد لحد ثلاثة يستلم زوجي. نعم. إيه. السؤال يعني شنو السؤال شنو أم صادق؟ السؤال الشراكة هو وياي بي حق لي أني آخذ منها ثاني قعدت من عدة وهو ده يطلع بي هو ده يشتغل بي ها يصير أني هسه زين أنا هذا تعب كله أنا طلعت من المحل زين سؤال أم صادق آخذ منه آخذ من عنده رأس المال مال المشروع من عندك لو من زوجك لو شراكة من نفس المحل طلعنا رأس المال لا أول شيء أول ما فتحتوا المحل كانت من نفس المحل داعي النادية ورجعنا من المحل واضح سيدنا يعني مو رأس أموالك ولا رأس مال زوجك لا أموالي لا أمواله وأنتوا لما اشتغلتي باتفاق لو بدون اتفاق اتفاق شنو كان اتفاق. شنو كان اتفاقكم اتفاق أنا اللي فاتحته أنا إلية لا ومن يقول محمد أم صادق فتحته ما يخاف فتحته ولكن اتفقنا على أنه نص بنص ثلاثة أرباع بربع شنو ما اتفقنا هيك ما ماكو اتفاق ما كنت هو أخذ مني ما يخالف الآن أخذ منك ولكن حقني آخذ من عنده انطيني مجال يا أختي أنت أم صادق اسمحين شكرا اسمع الجواب من التلفزيون راح تسمعين الجواب جواب السيد إن شاء الله تعالى يا مشكور سيدنا تفضلوا سيدنا الأخت الكريمة الله يحفظها سيدنا آسف للمقاطعة ممكن نأجل الإجابة ما بعد اتصال تفضل لأنه اتصال تأخر وينتظر أبو حسين تفضل عزيزي أنت أبو حسين أخوي تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا عزيزي شنو السؤال سؤال سيدنا الفلوس المبلغ مال الإسكان للبناء مبلغ الإسكان البناء قرض الإسكان نعم إذا بقى بالبيت دافع عليه السنة يعني أنا ما بني أنا ظروف وهاي ما بني أنا زين ودعت سنة ومبلغ هم علي خمس ما علي خمس ادفعتوا من الأقساط شيء ادفعتوا من الأقساط دفعنا قليل يعني هو 36 دفعنا تقريبا 4 ملايين شكراً جزيلاً نرجع للأخت المتصلة أم صادق الأخت المتصلة باب أم صادق شوفي الاتفاق هو نرجع في كل نزاع يعني شنو اتفقتوا المحل إليك إلى بالمناصفة بالمثالثة ما ندري فلازم واحد يكون عنده اتفاق وما عنده اتفاق سيدنا على حب الله أخذنا سلفة من واحد واشتغلنا ورجعنا السلفة شغلنا سوية فإذا كان شغل سوية فأنتوا في الواقع ترجعون إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي نعم ترجعون لأهل شو يسموا أهل السوق أهل شو يسموا أكو في التعبير أهل الحرفة أهل الصنعة أهل الخبرة بالسوق سألهم يابا إحنا هيك بدينا فشنو إلها شنو إلي فراح يقولون يابا
حسب العرف السوق هو هالشكل، نص بنص، ثلاث ارباع بربع، ثلث بثلثين، بعد حسب الاتفاق. نعم. او الحاكم الشرعي. تقولين سيدنا هو استولى عليه واخذ طلعني، وهذا يحتاج الى ان واحد يرجع على حال الى الحاكم الشرعي يقول يا ابا هذا اخذ حقي، انا عندي حق. هو راح يقول لك انت شغلتك انت كعامله صانعه، انت صانعه، انت ما لك دخل في المحل. اذا قال هالشكل قول ما يخالف، انا صانعه انطيني اجوري يوميا، انا واقفه من ساعه كذا لساعه كذا انطيني اجوري. الاجر واحد يوقف بالشارع بالمحل باليوم ايش قال ينطوني؟ انطوني اعطيني اجوري. فيمكن لك ان تتحاكمي الى الحاكم او الى اهل الخبره او اهل المهنه حتى يفصلون بيناتكم النزاع. كانه سيدنا قالت بنهايه الاتصال، قالت اني جاي اخذ فلوس او يصير اخذ فلوس من موارد المحل واني قاعده هاي الايام ما اشتغل بالمحل. نعم، اذا كان عندك حق بينك ما بين الله وقد جحد بحقك، جحد بحقك، هنا تقدرين انت من باب المقاصه، من باب المقاصه تاخذين شيئا. طيب الاخ ابو حسين سيدنا سال عن القرض، قرض الاسكان بعد ان دارت عليه سنه ودافعين القليل من اقساطه. القرض الاسكان هو ما لك، مو لك الدوله، هذا مال الدوله، بس حاطيه بيدك حتى تستعملها. بس انت خليته لمده سنه في بيتك وبديت شنو تدفع اقساط. سألتك كم قسط؟ قلت لي 4 ملايين أنا دافع من 36، يعني 4 ملايين مالاتك، 4 ملايين مالاتك لأن دافعهن أنت. ما دام 4 ملايين مالاتك هي أذني تخمس فقط، الأربع ملايين تخمس فقط، واضح حبيبي؟ وخمسها 80 ألف، عفوا 800 ألف دينار، خمس 4 ملايين، أما البقية مو مالتك ما عليه خمس. طيب عندنا اتصال لو نقرأ رسالة، خلينا نقرأ رسالة بينما يجهز الاتصال. سؤال، السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، أنا في ورطة كبيرة، أختي اللي أصغر مني تشاهد المحرمات، عمرها 10 سنوات، شنو أسوي؟ وين تشاهد المحرمات؟ بالبيت؟ يعني ظاهر بالموبايل بالايباد التلفزيون. منو مطيها موبايل؟ منو مطيها؟ منو مطيها؟ بس هيك السؤال سيدنا، ما ابي تفاصيل. ادري يعني هذا الكلام احنا حسب تعبيرنا من جرم الطفله، من عاقب الطفله، نعاقب من وضع بيد الطفله هذه الوسائل. الاب لما يخلي الصحن على الاوروبي وعلى غير الاوروبي وبدون شفره وبدون تشفير، طبعا هاي الطفله لما تشوف افلام وكذا مو جريمتها، جريمتك انت كاب وانت كام. لما انطي الموبايل للطفله وبيها ما شاء الله من سوالف تعبانه، هاي الطفله مسكينه ما تميز. يعني ارجوكم ارجوكم، انا عندي طفل عمره 6 شهور، انطيه موس، هاي موس الحلاقه، مو هذا الموس اللي لا موس يفتح من الباكيت انطيه اياه. طفل 6 اشهر، فإذا قطع أظافيره وأصابيعه قطعهن، هذا يعاقب الطفل لو يعاقب من أعطاه الموس؟ اللي أعطاه موس هو المجرم. هسه هي الأخت سيدنا تقول شو أسوي؟ من أعطاه الموس، فتقول شو أسوي؟ شو أسوي؟ امنعيها من هذا الأمر، امنعيها، ماما حرام ما يجوز، هذا شيطان، هذا عيب، هذا كذا. فهموها العيب، فهموها الحرام، فهموها الغلط، واسحبوا من هذه الأشياء، اسحبوها. والله شو أسوي لها؟ شو أسوي لها؟ تدارك الأمر قبل أن يستفحل. حسنتم سيدنا. عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم عباس، تفضلي. مالي. تفضلي أم عباس. أسرحي. تفضلي إيه أحكي، شنو سؤالك؟ سؤال أعجب لا أرد أتفضل فلوس بكذا مرة أخذت يعني لحظة مع عباس، لحظة صوتك مو واضح، غيري مكانك، بلكي الصوت يصير أوضح وحش وياي، الصوت مو واضح قاعد يتقطع. يلا مع عباس شنو سؤالك؟ إيه خال، إيه يعني أخذ الفلوس أعطيت البيت، بس أنا ما أخذ منه، يعني بس لو كنت أخذ مصر بالحرام والحلال، تقول 40 ألف، 40 دينار. إيه. أريد أنا أصدق بيه مثلاً بس واضح هذه المرة توصف
انت ماخذه، انا شوفي راح اقول سؤالي صح لو لا، انت ماخذه 40 دينار من مره توفت المره، وهسه انت بتعرفين شو تسوين بهاي ال 40 دينار صح؟ يعني اعطيتني البيتها بس ما مطمئنه. ما مطمئنه هي انطتني الام، يعني عفوا انطتها الورثه. اي واضح. بدي اعرف بسؤال ثاني. نعم. انا امشي بالشارع يعني بعد سقفنا ما لابسه عبايه، لقيت ثلاث عشرات، العشرات يعني تفاليس بفلوس 30 30 قرش. بالتفاليس قبل. اي يعني هيك بالقاع، مو لا جوزان ولا بشي. واضح. اي والسؤال الثالث. اي. يعني مره اخذت من جيب واحد عندها خطار، وخذت من جيبه 15000 15 دينار. نعم. يعني خذتن. فهي تندمت، هو نعم. توفى الرجال نعم اعطت من الابنة، ما اعطت من كل، يعني اعطت مبلغ بسيط الابنة. زين تمام، تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. سيدنا اعيد الاسئلة على حضرتك. الاول كان هي ماخذة 40 دينار من انسانة وتوفت، كلها تقول انطيتها سرقات. فهي مطيتن سيدنا لبتها، وتقول ما ادري بتها تصرفت صح، رجعت يعني قبل لا تتوفى. حجية اختي، شي اللي بذمتكم سواء سرقتوه من جيب فلان، اخذتوه من دخل فلان او كذا، الان لازم تبرون ذمتكم. شلون نبري ذمتها؟ اما هو موجود اعطيه اياه، واما انه انطيه لمن؟ لاولاده. اولاده بمعنى انه توصل لاولاده انه يابا هذه مالت امكم مال ابوكم، انتم على حال مسؤولين. الذبين مسؤوليه وين؟ مسؤوليه على أولاده أو بناته، على هذا تحمل المسؤولية. فيما يرتبط بالفلوس الثلاثين فلس وانت صغيرة، هذا إلك ما عليه شيء، هذا إلك ما لا إشكال. أما وقت الكبر وخمسة عشر دينار وما أدري إيش وأربعين دينار، هذه إلها مالية في وقتها. نعم. من جيب، هذه من جيب غير اللي بالشارع، بالشارع على حال لقطة غير معرفة، يمكن يعني تحل المشكلة على أنه هذا إيش مو مشكلة وأنت صغيرة. أما من الجيوب هذه لابد أن ترجع. زين، إذا هو ميت الشخص اللي ورثته. ورثته. نعم. سؤال آخر برسالة. السلام عليكم، تاريخ الخمس مالتي 19 ربيع الثاني، صير أغير التاريخ وأخمس 1 ربيع الثاني. السؤال الثاني، أنا مريضة بالشقيقة، إذا أشتري علاج لشهرين عليها خمس ولا لا؟ يعني مرة أريد أقدم سنة الخمسين، 15 أخليه بواحد، شكو بيه لا أشكال في ذلك. التأخير بيه مشكلة؟ التأخير بيه حساب. أما تقدمي ما في مشكلة بحساب، يعني ينضاف على ال يعني هالمدة هذه لازم يشوف من دخل جديدا. فتقديم السنة الخمسين لا أشكال فيه، يمكن يقدم الإنسان. سؤال الثاني شو كان؟ سؤال الثاني إذا تسمح لنا سيدنا نجاوبه بعد ما نأخذ اتصال من الأخ سعد بعد إذنكم. سعد تفضل يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله حبيبي. سؤالك شنو سعد عزيز؟ عويضة. سؤالك موضات جتني مكان ما هاي جتني 4 ملايين. عيد من البداية. عيد من البداية سؤالك، من البداية الصوت ما كان واضح هسه واضح. عيد من البداية سؤالك شنو؟ سويت تعويضات. نعم. وقت الحنطة بكت ما غرقت حنطتنا من واسطانة، فغرقت الحنطة كلها فعوضتنا الدولة، فجاني مبلغ المطمئن ما 800 جتني 5 ملايين. فما ترجع يعني مبلغ حتى درجها، فلو ما ترجع يعني يأخذونها الدولة هي يأخذونها بالزراعة ما ترجع. فارختها وصرفتها. صرفتهن. اي صرفتهن، ما يعني لا اقول لك رجعتهن، راحت تكسرت عليهم، قالوا ما يرجع، من يرجع تأخذون النفط. عندك سؤال ثاني سعد؟ سؤال ثاني أكو؟ هو بس هذا. اسمع الجواب. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. قبل أن نجاوب سعد، سيدنا السؤال الثاني من هو شان المتصل؟ ومصادق جاوبناها. هذا الثاني قال عندي فيما يرتبط بال هو أم عباس، اتصلت سيدنا على موضوع التفاليس اللي أخذتهم. بعد أم عباس شنو كان السؤال؟ الرسالة. أي مريضة بالشقيقة، فإذا أشتري علاج لشهرين عليها خمس لو لا؟ لا، إذا ما مر علي، يعني إذا اشتريت علاج ما مر سنة الخمسية والعلاج على حال موجود ما عليه خمس. أما أنا اشتريت علاج والعلاج موجود وما مستعمل ومرت سنة الخمسية، هذا الزايد
يتخمص. طيب الأخ سعد سيدنا تعويضات بوقت الحنطة عوضت الدولة واشتباه فضافوا له مبلغ أكبر من استحقاقه 5 أضعاف 800 حقه طوق 5 ملايين. كريمة دولتنا سيدنا. لا مولانا هذا كله فساد فساد مبطن. على أي حال أخي الكريم يقول أنا رديت قلت يا جماعة أريد أرجعها قالوا ما ترجع هذه كلها تنسرق بالطريق وكل واحد كذا. فهنا في واقع الحال إذا كان هالشكل بإجازة الحاكم الشرعي بإجازة الحاكم الشرعي يتصرف في المال بإجازته. أنا ما عندي إجازة ولا أنطي إجازة بس أنت لازم تروح إلى مكتب السيد يقول له سيدنا أجتني أموال من الدولة اشتباها من عندهم فتسمح لي أن أتصرف فيها فهو قد يعطيك الإجازة في التصرف. طيب عندنا وقت عندنا نقدر نجاوب على أسئلة أخرى في 4 دقائق إن شاء الله تعالى. سؤال أريد أروح لأهلي وزوجي يمنعني دائما. هذا ابتلاء ابتلاء الإنسان يبتلى بزوج مشاكس أو زوج متعسف ما يقبل زوجته تروح لأهلها وهو يروح لأهله ويروح لأهله ويروح لخواته بس هاي محارمها هذا زوج على حال مو خوش وابتلاء وتبتليتي به فاصبري فاصبري شنو تقدر تسوي يعني فصبرك على حال حل الآن وما يمكن القومي ترحين بدون إجازة لأنه في إشكال شرعي. يقول سيدنا هو ظالم ظلمه لا يمكن إنسان أن يدفعه بمن بخلاف المخالفة الشرعية فخلي الأمر واحتسبي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم سيدنا. سؤال أخير وسريع ما تعريف العين أو النظرة ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العين حق ما المقصود بالعين في هذا الحديث؟ العين بمعنى الحسد العين بمعنى الحسد يعني شنو يعني يا جماعة ترى الحسد حق والعين تأثر فديروا بالكم لا كل شيء عندكم تحجونه ولا كل شيء عندكم تصورونه ولا كل شيء عندكم تنشرونه واحد كل شيء يأكل يسافر كذا هذا يجيب العين ويؤذيكم فالعين حق والحسد حق فأنتوا تعالوا ادفعوا الحسد وتوقوا من الحسد. شو نتوقع من الحسد؟ أن لا أتحدث عن كل شيء ولا أقول كل شيء ولا أبرز أي شيء لأن أكو ناس على حال ما يحبون أن أكون موفق ما يحبون يكون عندي نعمة لذلك أخفوا النعمة عن هؤلاء. طيب هذا كل ما لدينا هذا اليوم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف عميق الشكر والاحترام لحضرتك شكرا جزيلا. حياكم الله بارك الله بكم. لا تنسانا بدعائكم سيدنا نحن ومشاهدينا الكرام. سهل الله أمركم بارك الله بكم. الشكر موصول أيضا لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة والتواصل. لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في رعاية الله وحفظه.